ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب بالنيزك المطور التطوير الأخيرة، وحنجرب القطع الأربعة واللي جاب من أربع ألوان مختلفة من جزء البيو. يا جماعة فائدة كل قطعة قبل لا نركبها، وكمان يمين الشاشة يا جماعة هي القطعة القديمة اللي بيقولوا من النيزك واللي كانت تعتبر من أقوى القطع، أما اللي على اليسار فهي القطعة الجديدة واللي الآن صراحة ما جربتها وما اختبرتها اختبار حقيقي. فاليوم حنختبر كل قطعة ضد الثانية ونشوف من أفضل قطع ومن أفضل أربع قطع اللي بيقولوا من النيزك. نبدأ من تحت لفوق، وأول شيء قطعة تطويرية القاعدة، الأولى كانت جات مع شجاع القافل يا جماعة لو تتذكروا، أما الثانية فجات مع مجموعة اللي هي بشجاع فعشان كذا اسمها اس في جير. نظر بصراحة كل واحدة لها يعني ميزة عن الثانية، فمثلا هذه ما تخلي البلبل اللي هي هذه القديمة ما تخلي البلبل يفقد توازنه، أما جديدة فبأن لأنها أعرض، شوف طبعا الفرق بينهم يا جماعة، الجديدة أعرض فتخلي البلبل يفقد توازنه. صراحة أنا أفضل الجديدة لأنها تخلي البلبل أسرع، وكمان فيها الحواف هذه اللي زي الفريم برضو لها مميزات، مع إنه لها سلبيات أكثر من مميزاتها، ولكن مع ذلك أنا أفضلها عن القديمة. وهي الفريم اللي يركب على الديسك، بس قبل لا أقول لكم يا جماعة الفريم، ترى جميع القطع التطويرية اللي بلابل النيزك والنيزك نفسه بجميع طوراته وجميع البلابل إضافة جدا البيو، مو بس البيو لا، في جميع الأجزاء هتلاقوه موجودة في متجرنا متجر سويت تويز اللي رابطه حيكون تحت صندوق الوصف، وحاليا في عروض رمضان، وحاليا المتجر قاعد يتطور أكثر، وحاليا في منتجات جديدة وصلت، وحاليا المتجر يعيش أفضل فتراته، لأنه يا جماعة مو بس صرنا نبيع بيبات البيرس أصلية ومستوردة ومن شركات مختلفة، لا حتى الجيل القديم بي بليد المعرض الحدية موجود حاليا في متجر، والأصلي والمستورد، وله قسم كامل خاص فيه، فيا جماعة المتجر حاليا في يعني افضل فتراته حرفيا، فهذا طبعا لله الحمد. رابط المتجر حيكون تحت صندوق الوصف، التوصيل لجميع دول العالم، جميع طرق الدفع الالكترونيه متوفره، تسوق ممتع. نرجع الديسك، اول شيء كان يجي بالاس جير اللي هي حقت اللهيب، هذه يا جماعه كان مميزات انه تدور دوران حر حوالين الديسك، وفيها كذا بعض النتوءات الشرارات اللي ممكن تساعد في الهجوم، اما الثاني اللي جات مع التنين شو اسمه بالانجليزي؟ التنين ودرويد؟ انا صراحه نسيت. اللاعب اسمه درام، التنين اسمه دراغون، امبريال دراغون، المهم انه دراغون يعني، فيمكن دي جير اسمها، اتوقع انه دي جير يا جماعه. فالمهم الدي جير هذه يا جماعه من مميزاتها انها تسوي حركه كانت موجوده في الليرات في الايفوليوشن، انه يا جماعه شوف كيف تروح بس مو الاخير كذا في شيء يرد، عارفين كيف؟ عشان ترجع، فترجع تدي ضربه، ولكنها ما هي اوتوماتيكيه يعني ما فيها نوابض، لا هي لحالها مع النزال تروح ترجع، عارفين كيف؟ فبصراحة الخيار بينهم مرة صعب، وأنا صراحة أعطيهم الاثنين نفس النقاط، يعني بختار الاثنين وما بيفرق معي في النزال، ولكن حختار جديدة عشانها جديدة طبعاً وبنجربها. اللي بعدها حيكون فيه اختلاف كبير، الأولى حقت براثن فهي الإف جير، والثانية حقت أخيل إي جير. يا جماعة هذه القطعة تركب تحت اللير، أوكي كيف ممكن أوريكم؟ هذه مثل اللير، هذه تركب هنا. حقت براثن تعطي امتصاص للبلبل، أما حقت أخيل لو ركبتوها زي كذا حتعطي شفرات إضافية فيصير بلبل هجومي أقوى. اعطيكم هي وبسط لكم هي، اذا انت بتدخل النزال عشان تدافع وتبغى تفوز بقوه الدوران فخذ حقه براثن تساعدك في الامتصاص، وهي اصلا ممتازه مره حقه براثن يعني في التحمل والدفاع، اما انت بتهاجم وانت بتدمر بلبل خصمك وتبغاه كذا يعني ما يسلم من النزال او يخرج هو متحطم وشي زي كذا، فخذ حقه اخيل، حقه اخيل هجوميه من الاخر، وبرضه حقه اخيل يعني مو بس هجوميه يعني او اول شيء يعتبر من الهجوم، لا ممكن الهجوم هذا يعتبر ثاني شيء، هي في الاول التوازن اللي هو مزدوج بين الهجوم والدفاع، ولكنها افضل من حق البراثن في الهجوم طبعا، فعشان كذا انا رشحتها. الاختلاف الحقيقي، هذه يا جماعه هي قطعه تركب فوق زي الكور يعني عارفين كيف، ولكن هذه بلاستيكيه وهذه حقت لوميض معدنيه، لوميض ايش اسمه بالانجليزي؟ لوميض نسيت صراحه حتى انا. مع لوميض الجير، اما القطعه هذه هي اللي جات مع ثلاثه بلابل، جات مع النيزك الذهبي فعشان كذا تشوف الملاحظين فيها ثلاثه الوان. جات مع النيزك الذهبي ومع الزوبعتين قصدي اللي هي النارية وجليدية جديدة، فهذا الزوبعة النارية وهذه الجليدية وهذا مع النيزك اتوقع يعني. سريع حجاوب لكم يعني اسرع اجابة، انا افضل الحديدي، ولا تسألوني ليش، مرة الحديدي افضل، لانه اول شيء حيزيد وزن البلبل، هو اصلا افضل يعني اي شيء فيه له معدن يكون افضل دائما. بالذات في البلابل كمان، بس ليش حنختار البلاستيك هنا؟ لانه هو الوحيد اللي يركب على اللير يا جماعة، لانه انت لو تختار القطعة الحديدية لازم تختار القطعة اللي تحت تكون حقت براثن. اما لو اخترت القطعة البلاستيكية لازم تختار الثانية تكون حقت اخيل، ما ينفع تكون ال يا جماعة اذا انتوا اخترتوا القطعة المعدنية يمديكم تحطوا هذول الاثنين، لكن اخترتوا القطعة البلاستيكية يمديكم تحطوا بس حقت اخيل. هذه القطع شايفين عبد الرحمن جاب القطع اللي عندك، حتى هذه اللي راكبة الحين على الديسك، كل القطع اللي كانت موجودة 8 قطع وممكن 9 قطع كمان ماني متأكد، هذه في القاعدة وفي اللي تتركب من فوق كلها في المتجر يا جماعة، جميعها الحقوا عليها، يعني كمياتها محدودة لأنها أساسا ما ينفع إنك تبيعها بشكل منفرد،
ولكن احنا بطريقتنا قدرنا نوفر منها كميه بسيطه فالحقوا عليها. يعني مو لازم تشتري مجموعه كامله عشان تكون عندك مثل حق اخيل، لا عندك تشتري حاله وما حيكلفك مره كثير، يعني مره شيء بسيط صراحه سعره. موجود في قسم اكسسوارات البلابل او الاكسسوارات. كيف هذا النيزك القديم وهذا النيزك الجديد؟ هذا بقطعه جديده. اول شيء حنلعب مباراه بينهم نشوف من يفوز. شوف كيف من تحت شوف من فوق، مره ترى ثقال يعني اوزانهم مره خرافيه. نبدا ونشوف مين النيزك الاقوى. هيا في اول نزال يا ساتر، قطعه اخيل هي اكثر قطعه فادتها في الضربه اللي قبل شويه. جمع ثلاث نقاط والفايز. شايفين نيزك الجديد مو قادر يسوي الحركه اللي هي اوه ماي جاد، واحد واحد تعادل اللي يعطيها السرعه كذا اللي يسوق دوه كذا في اطراف الحلبه، لانه من هنا شوف كيف سميك الطبقتين هذه، شوف كيف سميك. اللي بعده واحد واحد ترى راح تنعاد، بس هذا اللي اقصده لما اقول لكم انه يفقد توازنه. شفت كذا قبل شوي دافع طرف الحلبه وفقد طاقه مره كبيره وفقد توازنه. احس يا جماعه فيله قاعدين يلعبوا ضد بعض كذا بلاء مره كبير. مين يفوز بقوة الدوران؟ مين الافضل؟ براثي يمتص؟ براثي انت اوه ماي جاد، يعني مو براثي يمتص، انه هذا يعني البلبل في القطعه براثي اللي تمتص. فتعادل. اوكي جوله حاسمه واخيره. وصح يا جماعه شوفوا في طرف البلبل هنا طلعت هذه الشغله اللي تساعد ان البلبل ما يتحطم. شفره طبعا شفره هي تساعد انه ما يتحطم. فين الجوله الحاسمه؟ قبل الاضاءه في اضاءه قفل بقوه البلابل. عيني يا شيخ والله ده يا جماعه فخم وبس في الحلبه. قبل شوي خلصنا من التجربه ضد القطع القديمه، ودحين حنلعب ضد قطع نفس القطع اللي على البلبل. يعني مثلا هذه القطعه جات من مين؟ من الزوبعتين، فحنواجههم ضد النيزك. يب فحيكون نزال ثلاثي دحين. لا اخوك اخوك صاحبه قصدي ايش يا اخوك؟ هم كانهم اخوان صراحه كانهم توام. شوف كيف قاعد يخليه يفقد توازنه. يا جماعة زوبة عادي والله انه بلبل مظلوم، وبلبل خرافي كمان، وفاز اصلا لحاله على البلبل الثقيل هذا. هي شكله النيزك حيفوز. او حيخسر، ايش قاعد يصير؟ النيزك حيخسر ولا ايش؟ اوكي النيزك فاز بصعوبة. الحين الثاني قطعة وموجودة على الليب وهي قطعة اخيل، فاخيل حيواجه النيزك. اخيل؟ هذا مش قاعد يتكلم كذا هجوم يضرب دفاعي. اخي دفاعي ايش يا جماعه؟ والله انه حاط دفاعي. النيزك ايش بيصير سريع؟ مره سريع ترى. شفت حركه ان القطعه اللي تحت الدفاعيه لو جات على الاطراف حتصير مره سريعه. شوف شوف اوكي فاز خيل، شوف هذه. اوكي هذه احنا توقعنا ما تزبط. العريض بس ظبطت ما ادري كيف. بشيل اللي هي الديجير. قلناها يا جماعه. والله صار نحيف كذا شوي. اوكي يلا حلبه. نجيب اول شيء نعمل حاله نشوف اذا تظبط ولا لا. لازم طبعا تمون مستقيم ويدوب كذا في اطراف الحلبه. هي. كذا يبقى التوازن ما ينفع. ليه ما تظبط؟ ما اعرف كيف تظبط هي والله. غير عادل، بس اذا فاز النيزك حيحسب. ظبطت لي ثانية كذا بعد الفلك. الجولة حخليه قادر على التحمل. اخي اللي عنده غير محب للدفاع. حتى هو دفاع يهاجم كيف كذا ما حد يدري. وفاز. اللي بعد اللي في الديسك نحتاج دراجون تطور التنين البارع. اوه ماي جاد بس فقد التوازن بسرعه. بس والله حلو مره لما يجي كذا في طرف الحلبه يكون كذا بلبل راسي كذا. طيب دقيقة جيب القاعدة، جيب التنين شوف تزبط او يفقد توازنه. ها قاعدة عريضة فلو اي ميلان صار حيفقد توازنه. طيب جيب دقيقة احاول اعوض.
دقيقة. والله بسيتني يا جماعة. هيا ايوه الله. الجولة الأخيرة. ما في جولة أخيرة. قطع اللهيب والشجاع مع بعض. أول شيء اللهيب. ليه شجاع؟ أعرف ليه شجاع. ما يحبوا بعض. شجاع جديد. بس لو جبنا الشجاع السريع هذا. الذي بالقطعة الذهبية. انزل يا ابو شباب. يا جماعة بالله ضعيف. بالله ضعيف مرة يا جماعة. فجأة. مو مرة يعني بس انه. يعني انه مو نفس التوقعات كذا مليان قطع ونشتري بلاوي اصلية كثير عشان يعني يمكن بالله هذا مكلف 1000 ريال يمكن ولا شيء زي كذا يمكن يعني كم دولار تطلع؟ 1000 ريال. 1000 ريال. يمكن 300 دولار. 375 دولار. شيء مرة كثير. ايش هذا؟ لا 250 دولار يا جماعة هو مو 2500 دولار 3750 زي ما قال عبد الرحمن. الحين حنجرب حركة اللي هي نخلي البلبة اللي هو النيزك يدور أول ما يدور حيرمي الشجاع نشوف مين أسرع لأنه أنا شفته مرة سريع الصراحة. لا مو مايد ما ينفع ما ضبط هي بس أوكي يعني نزال اللي تبيع. لا حلو شجاع فاز؟ يلا تعال بدون الحركة يعني احنا مع بعض ابغى اشوف مين اقوى. خلاص اثنين واحد. اوه والله نزل. اوه شجاع نايس والله جيد جيد كمان كمان نزل حلو عجبني والله. طبعا شجاع على نفس الديسك الاصلي. كيف نزل ايش تذكرني؟ النجم الذهبي وحصان مجرب. النجم الذهبي والاسود حصان مجرب وشجاع. حصان مجرد طبعا على الجيل حقه كان بلبل سريع فتاك كذا يدور كذا يدور يمين يسار مو يمين 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 بس يمين بس يدور كذا فهمتوا؟ دوران يعني حلقات. جاب النيزك بلابل ثاني طبعا من بلابل نفس القطع يعني وخلصنا من بلابل القطع اللي عليه والحين نروح لبلابل عشوائية مختارة من طرف المونستر. البلبل هذا ضعيف جدا. ليه طيب ليش بنزال؟ خسر خلاص. عيني. عيني السيف ما بشوفه. هذا شنو؟ يا جماعة. يا جماعة دقيقة هذا البلبل كان ضعيف قبل شوية. هذا كيف هذا؟ حطم السيف تخيل الحين الحين يميط بعده تخيل حطم يميط. اوكي مو يميط خلينا نسوي حماس. شجاع بعده يميط. شجاع قافز انه يمكن يحطم شجاع قافز. شجاع مو ثابت. هيا خذ. هيا خذ. هيا شوف قصدي. يا جماعه والله شوف تحمس شوي صراحه. شوفوا انا قصدي انه هو حطم السيف بس خسر من الشجاع. ايش البلبل هذا غريب هذا البلبل يا جماعه. نيزك ويميض. روح نيزك اول. بلبل ضرباته حادة وقوية كذا بلبل غريب يعني ضربه ممكن تجي يا حادة يا قوية هو لا حادة وقوية كذا شايفين ايش نقول لكم هي ضعيفة وسيئة؟ حادة وقوية صحيح كلام عبد الرحمن طبعا هذه آخر جولة والله النيزك قاعد إيجابه اقوى القوم اللي عندنا صراحه كان زي حلو يعني والله قاعد قوي يعني النيزك الدكتور السابق ما في مقاومه بس نحاول نشوف ايش يصير بعد يطلع السريع وانا رميت بلبل يميني فهذا اللي يصير يفوز على مين ضد من الدكتور السابق بس ما عندكم اللي عندنا لا تنسوا لايك وشير وتعجب التنبيهات هذا اقرب بلبل شفته الان يعني يفوز على بلابل قوي ويخسر بلابل ضعيفه وكذا مزاجي تحسوه فشكرا على المشاهده لايك اشتراك تعجب التنبيهات وصلنا الختام نسوي سلام. تنويم بلابلي تنويم جهاز كيف لما تروح كذا تدخل بطوله ايش تسوي تحط جهاز فلاشات تفيد كذا تدي واحده تنويم جهاز اطلاق يقوم ايش اللي قدامك هذا خلاص ما يبي يلعب خلاص.